gonna take it to the سنشرح لك اليوم كيفية تسجيل حساب جديد لدى اكسنس من المساحة الشخصية وكيفية فتح حسابات ادخل بلد الإقامة، لا يمكن تغييرها بعد ذلك، وتحدد أنظمة الدفع المتاحة في مساحتك الشخصية حسب بلدك. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد تسجيله للمساحة الشخصية هذه. أنشئ كلمة مرور وفقاً للمتطلبات الخاصة، ومنها استخدام الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة والأرقام. ستستخدم عنوان البريد الإلكتروني هذا وكلمة المرور للوصول إلى مساحتك الشخصية من الويب أو من تطبيق Exynos Trader. إذا كان لديك رمز الشريك، فهناك خطوة اختيارية متوفرة هنا لإدخاله، وربط حسابك ببرنامج الشراكة من Exynos. عند إدخال رمز شريك غير صحيح، سيتم مسحه من خانة الإدخال كي تتمكن من المحاولة مجدداً، لتوضيح أنك لست مواطناً أو مقيماً في الولايات المتحدة، وتأكيد هذه المعلومة، اضغط على متابعة وستنتقل إلى Exynos Terminal. انقر هنا لفتح علامة تبويب جديدة في المتصفح لمساحتك الشخصية. وسوف يظهر حساب التداول الحقيقي على منصة MT5 تلقائياً في قسم حسابي ضمن علامة التبويب حقيقي. سيظهر لك أيضاً حساب التداول التجريبي على منصة MT5 ضمن علامة التبويب تجريبي. والآن لنطلع على كيفية إنشاء المزيد من حسابات التداول في مساحتك الشخصية الجديدة. حدد فتح حساب جديد من القسم حساباتي. اختر نوع الحساب من مجموعة حسابات ستاندرد وبروفيشنال، ثم انقر على فتح حساب حقيقي للحصول على حساب حقيقي، أو جرب حسابا تجريبيا للحساب التجريبي. في الصفحة التالية يمكنك ضبط نوع حسابك إلى حقيقي أو تجريبي، واختيار منصة تداولك المفضلة MT4 أو MT5. اختر الآن إعداد الحد الأقصى المفضل للرافعة المالية وعملة الحساب، مع مراعاة أنه لا يمكنك تغيير عملة الحساب لاحقا. وأخيراً اختر الاسم المستعار لحساب التداول هذا، واضبط كلمة المرور الخاصة به وتعرف بكلمة مرور التداول. عند الانتهاء من هذه الخطوات اضغط على إنشاء حساب. هذا كل ما في الأمر. سيظهر حسابك الجديد في القسم حساباتي ضمن علامة التبويب حقيقي أو تجريبي وفقاً لنوع الحساب الذي أنشأته. شكراً لاختيارك Exynos. مرحباً بك في فيديو تعليمي جديد من Exynos. سنتحدث اليوم عن كيفية التحقق الكامل من حسابك لدى Exynos من متصفح الكمبيوتر. في البداية سجل الدخول إلى مساحتك الشخصية على موقعنا الإلكتروني. انقر فوق زر كن متداولاً حقيقياً الموجود هنا. أولاً انقر فوق أرسل لي رمزاً للتحقق من عنوان بريدك الإلكتروني. أدخل الرمز المرسل إلى بريدك الإلكتروني هنا، ثم انقر فوق متابعة. حدد أولاً هل تريد استقبال الرمز عبر رسالة نصية قصيرة أو مكالمة هاتفية آلية، ثم أدخل رقم هاتفك، ثم انقر فوق أرسل لي الرمز. أدخل الرمز المرسل إلى هاتفك، ثم انقر فوق متابعة للتحقق من رقم هاتفك. التالي أكمل بياناتك ومعلوماتك الشخصية، ثم انقر على متابعة لتأكيد هذه المعلومات. تم إرسال رسالة لتأكيد بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك ومعلوماتك الشخصية. انقر فوق التحقق الكامل للمتابعة والانتقال إلى الملف الاقتصادي. الملف الشخصي الاقتصادي هو استبيان عن خبرتك وتجربتك في التداول، وهو ضروري للتحرر من قيود الإيداع والتداول. فور اكتمال الملف الشخصي الاقتصادي انقر فوق متابعة. يشترط لإتمام الخطوات الأخيرة تقديم مستندات رسمية بما في ذلك إثبات الهوية وإثبات الإقامة. قبل إتمام ذلك لابد من كتابة اسمك كما هو موضح في مستندات تعريف الهوية الرسمية. لابد من كتابة الاسم بدقة على النحو الموضح في معلوماتك الشخصية المقدمة ووثائق التحقق والاسم المسجل على أي طرق دفع قد تستخدمها في المستقبل. إذا كنت بحاجة إلى تصحيح الاسم فانقر فوق تحرير لتعديل اسمك، ثم انقر فوق تحميل المستندات. بخلاف ذلك انقر فوق تحميل المستندات للمتابعة. والآن حان الوقت لإرسال مستند إثبات هويتك. في البداية حدد بلد إصدار مستند إثبات الهوية ونوع المستند الذي ترغب في إرساله. ولمساعدتك ستعرض قائمة بالنقاط المهمة التي يجب تجنبها بناء على طبيعة المستند الذي تم اختياره. اتبع هذه التعليمات لإتمام عملية التحقق بسرعة ونجاح. انقر فوق تحميل المستند وابحث عن نسختك الرقمية لإرفاقها، ثم انقر هنا للمتابعة فور الانتهاء من إرفاق المستند.
الخطوة التالية والأخيرة هي تقديم مستند إثبات محل الإقامة. يرجى العلم أنه يمكنك تخطي هذه الخطوة، ولكن لن يتم التحقق من حسابك بشكل كامل وستستخدم وظائف محدودة. اتبع المتطلبات التي تظهر على الشاشة لمستندات إثبات الإقامة. انقر فوق تحميل مستند إثبات الإقامة، ثم انقر هنا للمتابعة بعد إرفاق المستند. سيتم التحقق من حالة حسابك بشكل كامل تلقائيا بعد مراجعة جميع الوثائق بنجاح. تهانينا على نجاحك في اتباع جميع خطوات التحقق الكامل من حسابك لدى إكسنس. شكرا لاختيارك إكسنس. مرحبا بكم في فيديو تعليمي جديد من إكسنس. يسرنا أن نساعدك اليوم على تحميل MetaTrader 5 لنظام التشغيل أندرويد وتثبيتها. أولا، عليك تحميل MetaTrader 5 من متجر جوجل بلاي أو من موقع إكسنس الإلكتروني. فإذا انتهيت من تثبيت MetaTrader 5 فلتبدأ بتشغيله على جهازك. افتح القائمة الرئيسية واختر منها إدارة الحسابات. اضغط على الرمز زائد وأدخل كلمة إكسنس عندما يطلب منك العثور على وسيطك. اختر إكسنس Technologies Limited من بين الخيارات التي تظهر لديك. أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حساب تداولك لدى إكسنس ومنها كلمة المرور والخادم، ثم انقر على تسجيل الدخول. وللعثور على خادم حسابات التداول الخاص بك انتقل إلى مساحتك الشخصية لدى إكسنس. اختر رمز الترس وافتح معلومات الحسابات وسيظهر لك الخادم هنا. وبذلك يضاف حساب تداولك إلى قسم الحسابات، ويمكنك إضافة المزيد من حسابات MT5 وذلك بتكرار الخطوات نفسها وفق ما تستلزمه احتياجاتك. تهانينا، لقد حملت MetaTrader 5 المخصص لنظام التشغيل أندرويد وثبته بنجاح. شكرا لاختيارك إكسنس. مرحبا بك في فيديو تعليمي جديد من إكسنس. سنصطحبك اليوم في جولة لتتعرف على كيفية إيداع الأموال في حساب تداولك لدى إكسنس باستخدام طريقة الدفع Offline Bank Transfer في مصر. في البداية، سجل الدخول إلى مساحتك الشخصية لدى إكسنس وانتقل إلى قسم الإيداع. اختر Offline Bank Transfer من طرق الدفع المتوفرة. اختر حساب التداول الذي تريده من القائمة المنسدلة هنا. أدخل المبلغ الذي تريد إيداعه مع مراعاة الحد الأدنى والحد الأقصى لمبالغ الإيداع هنا، وسيظهر المبلغ الذي أدخلته هنا. وبعد الانتهاء من هذه الخطوة انقر هنا للمتابعة. ستعرض الصفحة التالية ملخصاً لعملية الإيداع التي أجريتها. لإجراء أي تغييرات يمكنك النقر على رجوع للعودة إلى الخطوة السابقة. وإذا كنت راضياً عن الملخص فانقر هنا للمتابعة. ستظهر لك الآن تعليمات عن كيفية إتمام عملية الإيداع. لاحظ العداد الظاهر هذا الذي يعرض عداً تنازلياً لمدة 20 دقيقة لرفع إثبات المعاملة. يجب أن يتضمن إثبات المعاملة مبلغ الإيداع المحدد الذي أدخلته مسبقاً، وكذلك معرف المعاملة كمرجع. انقر فوق لقد قمت بعملية الدفع بمجرد إرفاق إثبات المعاملة ورفعه هنا. لقد اكتملت الآن معاملة الإيداع وستظهر في حساب تداولك لدى إكسنس قريباً. شكراً لاختيارك إكسنس. مرحباً بك في فيديو تعليمي جديد من إكسنس. سوف نشرح في هذا الفيديو كيفية سحب الأموال من حساب تداولك لدى إكسنس باستخدام التحويل الإلكتروني عبر كلير بانك. في البداية، سجل الدخول إلى مساحتك الشخصية لدى إكسنس وانتقل إلى قسم السحب. حدد التحويل البنكي عبر كلير بانك من طرق الدفع المتاحة. اختر حساب تداولك المفضل من القائمة المنسدلة هنا. أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه مع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للمبالغ هنا. اضغط هنا للاستمرار. في هذه الصفحة سوف يظهر لك ملخص لعملية السحب التي قمت بها. سوف يتم عرض المبلغ الذي تم إدخاله هنا. لإجراء أي تغييرات يمكنك النقر فوق رجوع للعودة إلى الخطوة السابقة. إذا كنت موافقاً على البيانات التي ظهرت في الملخص فانقر هنا للمتابعة. بعد ذلك سيتم إرسال رمز التحقق إلى نوع الحماية المحدد في مساحتك الشخصية، إما عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة SMS. أدخل رمز التحقق وانقر هنا للمتابعة. ستتم إعادة توجيهك إلى نموذج لملء معلوماتك مثل تفاصيل الحساب البنكي والتفاصيل الشخصية للمستفيد. بمجرد الانتهاء انقر هنا للمتابعة. سيتم عرض صفحة تأكيد لإظهار أن عملية السحب التي قمت بها قد اكتملت وجاري معالجتها. شكراً لاختيارك إكسنس.